اننا عشنا محكومين بالذل ومن الاحكام اننا نعيش تحت شعار فضل ومن تسعى لكرامة وللاسف تسعى الكل ومن في الراي وكان الموافقه طبعا لكل مين السبب في اننا عشنا محكومين بالذل ومن الاحكام اننا نعيش تحت شعار فضل ومن تسعى لكرامة وللاسف تسعى الكل ومن في الراي وكان الموافقه طبعا لكل افتح معايا كتاب وقلب اللي فات شوف كم عدد الضحايا كام واحد جاب تقولش بنت كان زمان دلوقتي عايشين في سلام السلام اللي بتتكلم عنه هو فين مش حاسين متخضرين هفهمك ضعفنا من بدايته كان منين السلام ده اكبر لعبه احنا محطوطين فيها اكتفايات على مزاجهم والشروط كلها شروطهم اول الشروط مفيش حق الاختيار التوقيع بالاجبار على سلامهم زرعوا فسادهم نشروا كلامهم فرضوا قرار ابدا يجي اليوم ويبقى للعرب مكاننا للحفاظ على كرامتنا والاثبات مكاننا وجودنا كل حاجه واضحه قدامنا وعارفين مين هو عدونا بس بنضحك على نفسنا طب ايه سبب سكوتنا من خوفنا من حقنا استسلمنا من ضعفنا ايه الحكايه دي النهايه ولا هنفضل كده عايشين مين السبب في اننا عشنا محكومين بالذل ومن الاحكام اننا نعيش تحت شعار رفض رول ومن تسعى لكرامتنا وللاسف تسعى الكل ومن في الراي وكان الموافقه طبعا لكل مين السبب في اننا عشنا محكومين بالذل ومن الاحكام اننا نعيش تحت شعار رفض رول ومن تسعى لكرامتنا وللاسف تسعى الكل ومن في الراي وكان الموافقه طبعا لكل البدايه كانت سبب للتهديد من اول وجه صدر جرباء وهبي اسمع بنت المفيد هقول لك مين السبب اللي خدنا كل الهدنا مدنا الدرع كل عربي ضحيه واقف في صفينا ومن اللي خان العهد ومن اللي خان الوعد اصلي وعد الحر الدرع عليه مهما كان الصدد ومن اللي فينا نصيح ضمير وبعد ما كان الوعد شو فكر كل هبل نفسه شوف نفسه فكوا من الرد اي حد فكر صد ولا فكر صد مهما كان عدد اللي راحوا هدر وانا فاكر ده صوت القدر وكان من ام صرخت عذاب كان السبب ارهاب ولا ده كان اغتصاب السبب اللي خلى طفلي بريء ملهوش في شيء مهما دول بتحكم في انسان بذيء كفايه كلام كتير كفايه تكبير كفايه تاثير كفايه تفكير كفايه تدمير تاكدت فين التقدير مين السبب في اننا عشنا محكومين بالذل ومن الاحكام اننا نعيش تحت شعار رفض رول ومن تسعى لكرامتنا وللاسف تسعى الكل ومن في الراي وكان الموافقه طبعا لكل مين السبب في اننا عشنا محكومين بالذل ومن الاحكام اننا نعيش تحت شعار رفض رول ومن تسعى لكرامتنا وللاسف تسعى الكل ومن في الراي وكان الموافقه طبعا لكل اننا عشنا محكومين بالذل ومن الاحكام اننا نعيش تحت شعار رفض رول ومن تسعى لكرامتنا وللاسف تسعى الكل ومن في الراي وكان الموافقه طبعا لكل مين السبب في اننا عشنا محكومين بالذل ومن الاحكام اننا نعيش تحت شعار رفض رول ومن تسعى لكرامتنا وللاسف تسعى الكل ومن في الراي وكان الموافقه طبعا لكل